أهلا أعزائي مشاهدينا في كل مكان، بحييكم تحية النعمة والمحبة والسلام من رئيس السلام، من شخص ربنا يسوع المسيح. أنا عاوز أشارك هيك بشيء كتير كتير مهم، وعاوز أقول هلما نرجع إلى الرب إلهنا. وهي دعوة لكل واحد عم بشاهدنا، عم نشاهد الأخبار الحالية في لبنان، وقلبنا فعلا مع لبنان، شعب لبنان بكل طوائفها وبكل مذاهبها. احنا بنعرف هذا الانفجار اللي صار، كلنا شفناه على التيفي، شيء بيكسر القلب، وبصراحة شيء فظيع ومريع ومخيف جدا، كأنه لبنان تحتاج يعني مأساة أكتر من هيك. مرت في ظروف صعبة كتير لبنان، ظروف اللاجئين، الظروف الاقتصادية الصعبة جدا، المظاهرات اللي حدثت لفترة طويلة، ووباء الكورونا اللي سكر وأغلق على كل شيء، وطبعا يعني آخر الكل هذا الانفجار اللي حدث في بيروت في الميناء، اللي راح ضحايا أكثر من 100 شخص، وألاف الجرحى، وعشرات عشرات الألاف من الناس اللي تهجرت، بيوتها اتدمرت. وإحنا عم نتابع بعض الأخبار مع بعض المعارف هناك، اللي فعلا شيء مأساوي وصعب جدا. وكمان الوضع مش بس في لبنان، بشكل عام بشمال أفريقيا الوضع كتير كتير صعب، في مصر كتير الوضع صعب، بفلسطين الوضع متعب جدا وصعب جدا، كتير ناس عم بتمر في ظروف صعبة اقتصادية ومعيشية، وطبعا غير مواضيع السياسية اللي مالقة ببلادنا، بس مش هذا الغرض اليوم. أنا عاوز أقول لما نشوف كل هالمآسي وكل هالأمور المروعة اللي عم بتصير حوالينا، سواء في شرقنا الأوسط أو شمال أفريقيا، سواء بشمال أمريكا، كأنه فعلا العالم كله وضع تحت الشرير، وعم نشوف أن الناس عم تصاب بحالات انهيار، حالات يائسة، وعم نشوف كتير من الناس عم بيعانوا من روح الانحناء، محبطين، بيشعروا بفشل، كتير من الناس مش عم تقدر حتى تزود أو تدعم أسرها. وأنا عاوز أشجع كل شخص، ساعد جارك، ساعد الشخص الآخر، حتى كلياتنا نقف مع بعض. لكن أنا عاوز أقول لكل اللي بيشاهدونا، خلينا نرجع للرب. هلما نرجع إلى الرب، بغض النظر أنت من أي بلد، من أي ديانة، تعرفوا الله بيتعامل مع القلب المتواضع. خلينا نتواضع أمام الله، خلينا نطلب رحمة الله، خلينا نطلب يعني هيك تدخل إلهي، نقول له يا رب تعال اتدخل في بلادنا، وخلينا نقف في الثغر بالنيابة عن بلادنا. تعرفوا أنبياء العهد القديم مثلا أرمياء ودانيال كانوا بيعترفوا حتى عن خطايا أهليهم، كأنه شرقنا يعني مليان فيه الدماء الأبرياء، وبسبب الفساد وبسبب الضيق وبسبب الشر وبسبب العنف وبسبب يعني مشاكل كتيرة عم تتراكم علينا الخطايا، محتاجين مناخ روحي نظيف، محتاجين شعب الرب يقف في الثغر، نقول له يا رب ارفع لبنان بين ايديك، ارفع فلسطين بين ايديك، يا رب ارفع سوريا بين ايديك، ارفع العراق بين ايديك، اليمن بين ايديك، ليبيا بين ايديك، شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، كله بين ايديك، الخليج العربي كله بين ايديك، مصر بين ايديك، كل هذه شعوبنا العربية، كل هاي الأسماء اللي ذكرت واللي غير مذكورة، إنه يا رب تتدخل، يعني ترجع وتزور بلادنا زيارة خاصة. أنت يا رب اللي يعني مشيت في أراضينا بفلسطين وفي لبنان، والأنبياء اللي راحوا على العراق وسوريا
ويعني كل هذه المناطق شافت الأنبياء وشافت الرب يسوع وسمعت الرسالة. خلينا نصلي هيك مجد الرب ومعرفة الرب ترجع وتملأ البلاد. أنا عارف كتير ناس بيتكلموا عن المجيء الثاني وعن الأوبئة وعن الدمار والأخري. خلينا نترك هذا الموضوع للرب بترتيبه هو. إحنا المهم نكون جاهزين، إحنا نكون مستعدين لمجيئه، لكن إحنا بدورنا المفروض نسعف الناس ونحب الناس ونصلي من أجل الناس. والرب هيك يفتقد كل الناس، الرب يفتقد لبنان اليوم، وفعلا يجيب كل عواصم العالم ويتبرعوا ويساعدوا، لأنه هذا بيحتاج إلى دعم بالمليارات. هيك كل العواصم تتدخل وتسعف لبنان وتبارك لبنان. وبصلي ربنا هيك كمان يعطي حكمة للقيادات، يعني يكون مخافة الله ومحبتهم لربنا، وفعلا نحب بلادنا، نحب بلادنا، نحب أوطاننا، نحب شعوبنا، نهتم بالناس. وهاي اللي عاوز أوصله. خلينا نصلي، هلما نرجع إلى الرب، نرجع هيك نعترف بخطايانا، نتوب عن خطايانا. مكتوب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. مكتوب أيضا توبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. خلينا نصلي هيك ربنا يفرجها عليك وعلينا إن شاء الله، ونشوف الخير. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. خلينا نصلي من أجل تعويض إلهي، من أجل استرداد كل مسلوب في حياتنا. خلينا نصلي الرب يفتح أبواب العمل، يقضي على الوباء، وبيوتنا تكون كلها منارة للرب. خلينا نصلي، إلهنا حي، إلهنا بيسمع، إلهنا بيستجيب. وأنا عاوز أقول للجميع ولا سيما للقيادات اللي بيسمعونا، مكتوب فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. نشوف مجد الرب يرجع، معجزات الرب وعمل الرب، وهيك نشوف بركة الرب تحل على بيوتنا، على بلادنا وعلى أهلينا. خلينا نرجع للرب نقول له يا رب ارحمنا، منتوب عن كل خطية. يا رب بارك بلادي، بارك شعبي. صلي من أجل بلدك، صلي من أجل شعبك، قل له يا رب بارك بلدي، بارك شعبي. ونصلي هيك محبة المسيح تغمر كل الناس. مكتوب ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. المسيح وضع نفسه من أجلك ومن أجلي. خلينا نتواضع أمام الله، وخلينا هيك البقية اللي بقيت خلي الرب يزورنا ويفتقدنا، ونقول له يا رب ارحمنا، تعال زورنا زيارة خاصة، زور بيتي، زور عائلتي، زور أسرتي. وخلينا نشوف هيك نور المسيح وسلام المسيح ومحبة المسيح تغمر الجميع. وشارك هاي الرسالة مع الآخرين، بترجاك شاركها مع الآخرين، خلي كمان الآخرين يتباركوا ويصلوا. لما الصلاة بتكون هيك بشكل مستمر، والناس اللي بتشاهد هذا الفيديو بشكل مستمر، البركة بتتعمم والرب بيسمع الصلوات. ولما بتكتر الناس اللي بتصلي رح نشوف البركة. الرب يبارككم، وخبرني بحب أسمع منك. الرب يكون معك.